بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المجتمعين يوم الأربعاء 26 ربيع الآخر 1440 هجرية الموافق 2 جانفي 2019 بمبادرة زيتونية وطنية وبدعوة من التنسيقية الوطني للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة الموقعين أدناه نعلن ما يلي: أولاً، رفضنا القاطع لمشروع قانون المساواة في الإرث المعروض على مجلس النواب لمخالفته الصريحة للقرآن الكريم. ثانياً، رفضاً القاطع لخرق الدستور وللتأويل التعسفي لمدنية الدولة بما يحولها إلى دولة لايكية. ثالثاً، رفضنا للتعدي على تعاليم الإسلام ومقدساته. رابعاً، تحميل أعضاء مجلس النواب الشعب مسؤولياتهم الدينية والدستورية والتاريخية واحترام إرادة الشعب الرافض لهذا المشروع. خامساً، دعوة الشعب التونسي إلى الامتناع عن انتخاب من يصوت لهذا المشروع. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.